تلاقينا مع زينة الدودية في بروكسل وبغينا نطرحوا عليها السؤال الأول. زينة الدودية، اش كدير في بروكسل؟ السلام عليكم. كنسلم على كل الجمهور المغربي العربي. وشنو كندير انايا؟ انا كانت عندي سهره في الاكسبو ديال امستردام، وكي ساليت السهره جاتني سهره هنايا اليوم، وتبارك الله جيت لبروكسل. تبارك الله الجمهور رائع، وكيفاش استقبلني استقبال اللي هو جميل بزاف وروعه. وكنقول لهم شكرا شكرا لكل العرب اللي استقبلوني في بروكسل، شكرا بزاف. اوكي، مزيان. الجمهور ديالك كما قلت في الاول معجبين ديالك، كاينين في كل مكان، في امستردام، في اوروبا بصفه عامه. الاغنيه ديالك كتردد بزاف، وخصوصا من البنات، الاغنيه اللي معروفه اللي تشهرتي بها بزاف وهي اعطيني ساكي. واش تقدر تقول لنا زعما هذه الاغنيه شنو المغزى منها، وعلاش درتيها، ومدى النجاح اللي انت كيوصلك منها؟ الحمد لله، واخا هاد الاغنيه لقات بزاف ديال التعليقات اللي هما ماشي مزيانين، ولقات بزاف ديال الردود يعني سلبيه، ولكن الحمد لله دارت سوكسي. يعني بغض النظر على اللي انتقدوها واللي هضروا عليها، في نفس الوقت حفظوها، يعني الصغير والكبير حفظ لي الاغنيه ديالي. الا كان بعض العقول اللي بغات تهيئ نفسها شي حاجه ليا، ما كايناش. هذه غير اغنيه، غير باش نشطحوا وباش نضحكوا وباش نفرحوا ونخرجوا من الهم ديالنا ونخرجوا من المشاكل ديالنا. هذه غير اغنيه كتبقى ديما في قالب اللي هو موسيقي وكوميك، باش نضحكوا وباش نلعبوا. اما الاغنيه ما كتمشيش بعيد، لان ملي كيكون الانسان نهار كله هو يا في الخدمه، ولا نهار كله هو مستريسي باغي يرتاح، كيجي كنضحكوا. حنا العيالات بعضياتنا، اعطيني الشنطه ديالي، اعطيني الساك ديالي، بغيت الماكي، بغيت كذا، غير كنضحكوا بها. وبعض الناس بغاو يسووا شي حاجه يديروها اخرى، يمكن عجباتهم، ولكن ما بغاوش دير سوكسي، اعداء النجاح. ولكن الحمد لله نجحت، وراك شتي تبارك الله اليوم في السهره ترددت اكثر من مره، والفضل كيرجع للجمهور ديالي اللي هو الوحيد اللي عنده الحق باش انا يقول على الاغنيه ديالي واش مزيانه ولا مزيانش. والحمد لله النجاح اللي لقاته هو اللي غادي يبرهن اشنو كاين.